لماذا لا يعد هجوم إسرائيل على لبنان غير مستغرب؟ وكيف غيرت ميليشيا حزب الله معادلة الحرب مع إسرائيل؟ كيف ذلك؟ أن يكون هناك صراعاً بين اللبناني وإسرائيل فهو أمر اعتيادي وفقاً للسياقات التاريخية والشواهد، ودلالة على ذلك فقد وقع كل من لبنان وإسرائيل اتفاقية هدنة عام 1949، أي بعد عام واحد من أول حرب عربية ضد إسرائيل، وهذا التاريخ يبين تأصل التوتر بين الطرفين. بعد اتفاق الهدنة حل الهدوء لأعوام، لكنه استبدل بالصخب الدائم نهاية الستينيات. مسلسل الهجمات بدأ عندما دمرت قوات إسرائيل أكثر من 10 طائرات للركاب كانت تتواجد في مطار بيروت، رداً على هجوم جماعة فلسطينية مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية، والهجوم الذي اعتبر أول محاولة إسرائيلية في ضرب العاصمة اللبنانية كان مستهلاً لبداية توترات تنهيها حدة الصراعات. بعد عامين انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن إلى لبنان، وتكون بيروت قلب التوتر والمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، واتضح ذلك عندما قتلت إسرائيل 3 من قادة المقاومة الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت رداً على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونخ عام 1972. وإلى عام 78 دأب الفلسطينيون على شن هجمات داخل العمق الإسرائيلي انطلاقاً من لبنان. وفي عام 1982 انتقل الصراع إلى حدة غير مسبوقة، محاولة فاشلة لاغتيال السفير الإسرائيلي في لندن من قبل مجموعة فلسطينية كانت ذريعة لإسرائيل لتنفذ أهدافاً عديدة داخل لبنان، أطلقت عليها مسمى سلام الجليل، واجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب حتى وصلت القصر الرئاسي في بعبدة. حرب دموية وشديدة انتهت باتفاق يتضمن إجلاء الفلسطينيين من المدينة بحرياً. كل ذلك لم تدخل ميليشيا حزب الله على الخط التي أنشئت في عام 1982 باسم حركة الأمل الإسلامية قبل أن يتغير المسمى إلى حزب الله بناء على انشقاقات وسحب بساط مقاومة إسرائيل من الأمل الشيعية إلى الحزب الذي يرتكز على مبادئ ولاية الفقيه. وتبدأ من هنا حكاية أخرى للصراع، فالحزب يقوي قبضته على لبنان باسم مقاومة إسرائيل، والحرب تنهش في البلاد بادعاء النصر، حتى أن حرب 2006 انتهت بسقوط 1200 لبناني، واعتبرها حزب الله نهاية بانتصار إلهي.